السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف الحال؟ طيبين؟ حياكم الله. هذا حميد فوكس، حياكم يحييكم من قناة أوب جيمرز. طبعا أنا اليوم إن شاء الله، طبعا قبل أن أبدأ حبيت أقول لكم أنه زين إذا كنتوا تدعمونا شوي باللايك وبنشر المقطع، وإذا كنت جديد تشوف القناة أتمنى أنك تشترك في القناة، شكرا لكم. المهم اليوم راح نتكلم عن لعبة The Walking Dead. طبعا اللعبة هذه اوكي فيها ميزة، طبعا انا العبها على البي سي وما ادري اذا كانت متوفرة على اجهزة اخرى. المهم اللعبة هذه نمطها يعني تحس انك انت على مدار اليوم كأنك موجود داخل اللعبة هذه، على مدار اليوم انك كأنك انت موجود في اللعبة هذه. وكذلك في نفس الوقت اللعبة هذه هي عبارة عن ليفلات وعن تطوير، انك انت تطور من هذا المعسكر اللي انت موجود فيه. تقدر تقول انه معسكر او انه مكان تحمي نفسك. طبعا اذا تلاحظوا انتم في كثير اشياء اوكي بخصوص موضوع الزومبي، انه والله مجموعه، هذه المجموعه تكون متواجده وين؟ في مقر، والمقر هذا يمكن عباره يكون عن مبنى، يمكن يكون عن سياج او مكان مسيج، مثل الحين ما نشوف ان هذا المعسكر مالي كله سياج بشكل دائري حلو، وداخل هذا المعسكر موجودين ناس يسموهم اللي هم الناجين حلو. اذا لاحظ انا على السياج الحين موجود عندي في زومبيز، موجودين زومبيز على السياج يحاولوا يدخلوا المعسكر حلو. وكذلك هنا عندي ما محطة ارسال او هنا تقريبا، وشوف في شخصية موجودة هنا، ما يصير انا ازوم هذا كحد اقصى. كذلك عندي هنا مثل الجيم علينا نواصل فيها ليفل 3 يسموها سبلايز ستريج اوكي ستورج. مثلا هنا اشياء، انا حاليا الحين واصل ليفل 3 اوكي. هنا اجعلها في خيار، لحظه شوي، طبعا يصير انقلها من مكان لمكان بس انا حطيتها هنا اوكي. يلا عد اوكي تضغط عليها، هنا بيكون مؤشر ايش اللي عندك انت. هنا نفس الشيء. ثاني شيء هذا المكان هنا في مهمة Shadow of Eden، أنا تقريبا خلصت ما يقارب 4 مهام من 7 مهام، كملت 7 مهام بنرجع له. الشيء الثاني عندي هنا نفس الشيء، نفس اللي كان هناك، نفس هذا تبع السبلاي، وأعتقد المواد اللي راح تخليك أنت سورفايف أو باقي في هذا المكان عشان تكون عايش يعني. نيجي حق المخيم، في عندي مخيم هنا، المخيم شوف المخيم اللي هو التنت. يقول لي انه هو يقول لي ابجريد وما ابجريد ومادري ايش وكلام فاضي. عندي هنا انا مثلا اللي هو نقاط الخبره اكسبيرينس بوينت، عندي تقريبا 30,000 اوكي. بضرب على الاكس بي يقول لي مره فل اوكي. انه على فكره اللعبه انت تطفيها هي شغاله، تعتبر شغاله اللعبه دام انك انت عملت اشياء. مثلا نجي هنا نشوف امور طيبة، شو اللي يحتاج الحين انا عندي هنا؟ والله اوكي يقول لي الاكس بي عندك فل، لازم ايش؟ استخدم الاكس بي اللي موجود فوق عندي، بنستخدمه. نجي المكان الثاني اللي هو ايش؟ تبع الارسال، محطة الارسال، هذه محطة الارسال اوكي. نفس الشيء تطوير وامور وكذا. في شيء اللي ما عجبني في اللعبة ان كثير ما يطلبوا منك جولد، يعني اغلب الاشياء يقول لك انك تريد ذهب وجولد وكذا وكلام فاضي، انا ما فاضي هذا السوالف. شوف يقول لي هنا تدفع على 30 او 3000 قطعه جولد راح يفتح لك هذا المكان. طبعا انا كان عندي 500 بس استخدمت منهم كثير وبقى عندي 53. فدائما انت لما يكون كذا عندك يقول لك والله تريد تشتريهم احنا نبيع لك. تخيل انت تشتري جولد بقيمه 49 دولار او 99 دولار، بتقريبا يمكن 30 ريال عماني او 300 ريال سعودي، صراحة حاجة مبالغ فيها يعني.
المهم اهم حاجه انك تكون صابر ولا تستعجل، اريدك تستمتع في اللعبه. احيانا يكون في اشياء مجانيه، مثلا تكون هنا مثلا جت 1 سرفايفر فري، يعني انت بتحصل على واحد من الناجين هنا بشكل مجاني تضرب عليه. اوكي فتحنا واحد اسمه سام، يقول هنا بتدفع 150 جولد عشان تحصله. انا ما راح ادفع، انا راح اعمل ايش؟ جيت تو، حصل رصاص، شيل رصاص اشرف من هذه الاشياء اللي قاعده تصير. اوكي نروح حق موضوع الاسلحه. اوكي طبعا انا من امس لعبت شوي وعملت ابجريد حق هذا السلاح، حلو. هنا نفس الحالة يخيروك، تريد تدفع من نقاط الخبرة تبعك، طبعا عندك 5 ثواني لحد ايش ما يتم التطوير، او انك تدفع 45 قطع جولد، وهذا اللي انا ما انصح فيه، لا تستعجلوا يعني. المهم انا راح اعمل ابجريد على 5 ثواني، راح اتطور السلاح. شوف شوف الحين نقاط الاكس بي قلت عندي، حلو. انا الحين ارجع حقين، حق هالمكان اللي هو التنت، على طول النقاط اللي كانت محفوظة في التنت اوكي راحت وين؟ عندي في الاكس بي. طبعا انت كل ما قتلت الزومبي اكثر كل ما تحصل نقاط تنت اكثر. المهم هذا السلاح تم تطويره، الحين هذا السلاح صار جاهز. عفوا نضغط على تطوير الاسلحة. شوف طبعا ما ادري اذا الشخصية تعرفوها هذه. اوكي مثلا عندك هذه البنت، صراحة هذا البنت عندها رشاش محترم اللي هو هذا ليفل 5. اوكي هذا الرشاش محترم، راح نقرب بعد شوي. طبعا انا فول تطوير يعني تطوير كامل. السلاح اللي طورناه قبل شوي هو هذا، الحين صار جاهز للاستخدام. العيب اللي انا ما عجبني في اللعبة انه الاسلحة للاسف الشديد ما تتوزع على اللاعبين، مو كل الاسلحة انت تقدر توزعها على اللاعبين. فانا هذه اعتبرها افضل شخصية عندي حاليا. اوكي نروح حق السلاح الثاني. اوكي لحد الحين هذا في اغلاق، كذلك على فكرة في سكراب، السكراب لما تضرب سكراب تقدر هذا ايش تتخلص من السكراب، راح يعطوك نقاط. الحين اذا انا اعطيته سكراب خلاص بتخلص منه، بحصل على 577 نقطة، فانا لا ما اريد. حلو اوكي عندك هذا رشاش ثاني وهذا رشاش ثاني، يقول لي اذا تريد تعمل لها ابجريد بنعطيه، بس انا الحين ما اريد اعطيها ابجريد اكثر هذه الشخصية، انه لحد الحين انا عندي سلاح هذا كافي ووافي. اوكي شوف بعد يقول لي فيه ابجريد، ده يو دونت هاف انف توكن، يعني ما عندي هنا نقاط عشان اعمل ابجريد، في ابجريد ثاني حقه. اوكي عندك كذلك الدرع، عندي هذا الدرع 62 وعندي هذا الدرع، اوكي وعندي هذا الدرع، وهذيلا جاهزين انه يطوروا لي اياهم على فكره، جاهزين يطوروا لي اياهم. فانا بطور هذا اللي هو تبع ال 50، خلاص طورته والحين يحتاج خلاص اوكي اتطور، بس اتطور مره ثانيه بعد ثلاث النقاط، 5 ثواني، 3 ثواني، ثانيتين، ثانية، خلاص السلاح الدرع جاهز. نشوف كم وصل الليفل تبع هذا الدرع، شوف وصل 68، خلاص يعني الحين أنا أقدر أستعمل هذا الدرع، بس لما أروح عند الشخصيات. ونروح عند ال شو ثاني، شيء ثاني بعد. نروح على السكاكين، عندك هذه الشخصية طبعا أنا حصلتها دفعت عليها جولد، تعتبر شخصية قوية ولو أنه عنده سكين ولكن محترم حلو، بس الأسلحة اللي عنده يعني أسلحة يعني يعتبرها ملموسة حاليا. أنا هذا السلاح اللي أستخدمه معه. حلو في عندك هذا البايب أقدر أطوره كذلك. أوكي يحتاج 810 ليفل 4. نروح حق الدروع، اقوى درع اللي هو هذا اللي هو 54. اوكي ما عندي شيء مع طاف. هنا عندك هذه الشخصيه، طبعا انا ما للاسف ما عندي، بس اقدر العبها في طور معين
بس هذه الشخصية بيرفكت صراحة يعني ممتازة جدا، فأنا أحاول أشتريها بس راح تكون وش مكلفة، نحاول نجمع ذهب عشان أشتريها. عندها هذا السيف فقط، لأن لحد الحين أنا ما أمتلك الشخصية أصلا. زين، عندك هنا أبو الشباب هذا عنيف، طورت الخشبة هذه طبعا تبعه، طبعا الشخصية هذه ما عندي بس يمكن ألعبها في طور ثاني. كذلك في درع، بخصوص موضوع الأسلحة التصويب، أيوه أنا أريد أطور هذا السلاح هنا، راح يتطور. أوكي حلو، الحين أنا طورت السلاح هذا وأموره طيبة. أوكي عندك هذه البندقية كذلك، حلو تم التطوير، طورنا البندقية، البندقية اللي بعدها ما في عليها تطوير، حلو هذه واضح عليها أن هذه البندقية اللي هي سهم طبعا، أحس أنها بتكون قوية. أوكي أبجريد، المهم ما أريد أن أطول هنا أكثر عشان نريد ندخل في معارك. الشيء الثاني عندك هذا هنا تبع الشخصيات الموجودة عندي، هذه كل الشخصيات اللي عندي أنا أمتلكها، هذه كلها حلو حلو. طبعا في عندي اللي هم الهيرو، هذا هيرو هذا هيرو، أوكي هذه هيرو طبعا اللي خبرتكم عليها، عند الرشاش وعندها الدرع، هذا الدرع المحترم، ممتازة جدا 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 ممتازة. وكذلك داريال هذا طبعا معروف حتى في لعبة شينجي ميكامي موجودة، وعنده في أبجريد، نعطي أبجريد حلو. سايلنت شوت، أوكي نشوف السلاح اللي عنده أنا إذا كان هذا يطير ولا لا. نفسه نفسه 26 أخوة. طبعا الدرع للأسف الشديد الدرع هذا تعبان، وهذا اللي بعد الدروع ما مو شغالة يعني. أوكي شنو يعطيني علامات تعقب؟ يمكن عشان الرشاش هذا صار جاهز، الرشاش الجديد. أوكي أنا بستخدم هذا الحين لأنه 69 قوته، ونشوف بخصوص موضوع الدرع. ثم الأفضل هو 68 بس الأمور طيبة. شو شيء ثاني بعد؟ المهم هذه الأبطال هذه شو عندها؟ كذلك هذا 41 نعطيها البايب يكون أفضل، البايب أشوف أقوى. بخصوص الدروع بنعطيها هذا الدرع، لا مغلق. اوكي طبعا بياخذ احيانا وقت لما انت تزود من الشخصيات. عندك هنا المزارع تنتج التفاح وله خصائص بعد. اوكي دائما بتضرب عليه ابجريد، اوكي عشان موضوع التطوير يعني. اوكي اهم حاجه لا تستخدم الذهب. في شيء ثاني موجود طبعا هنا، يكون عندك سنايبر راح تقضي على الزومبي اللي موجودين هنا، كل ما تطلق عليهم بعد تحصل على نقاط خبرة. اوكي هذا واحد كده خلصناهم حلو. الحين خلينا نروح على احد المهام، انا نبدا على هذه المهمة نكملها، انا واصل المهمة على المستوى الرابع. حلو شوف هذا كلها مهام انا خلصتها خلاص، الحين واصل المستوى الرابع وخلونا نجرب هذه المهمة. طبعا الحلو انهم يقول لك تختار التيم، طبعا انا راح اختار التيم اللي هم الاقوياء اللي عندي اللي يسموهم الهيروز. اوكي احيانا الهيروز ما عندهم القوة المطلوبة، لكن لازم انا اختار ايش اللي هم امورهم طيبة. مثلا عندي هذه 5، شوف الحين انا هذا اللي عندي حلو. طبعا هنا في عندك الجالون تبع البترول، اوكي لابد يكون عندك هذا عشان تبدا. وعلى فكره هذه انتاجيه موجوده في المخيم اللي هي تنتج البنزين، واضح.
ليست جو، خلونا نضرب الزومبي. الحين شوف طريقة اللعب، طريقة غير مباشرة، يعني تحسها كأنها لعبة ار بي جي، بس هي ما ار بي جي. حلو. طبعا انا العلم يعني شايل الموسيقى من اللعبة، تسمع الاصوات الطبيعية في اللعبة، تسمع صوت الهواء. الحين انا هذا اللي عندي، عندي هذول الجماعة. شوف الميزة في هذه الشخصية، انها تقدر تضرب اكثر من زومبي في نفس الوقت. حلو. شيء محترم. يلا شيء محترم. اوكي بنجيب هذه، خليها تضربه بالش اسمه. اوكي واحد اثنين، خلونا نقدم هنا. اوكي شوف هنا مصيبة. ضربة محترمة. هنا في زومبي، لازم يتفكر قبل عندك تتخذ قرار. اوكي حلو. اوكي الحين يبقى هنا ان انت على فكرة انت كأحد يعني الباقين السرفايفل، لابد انك تكون يعني مطلع على شيء. هذا شيء اوكي اللي هو ايش، لازم تعرف المساحات ما بينك وما بين الاعداء، هذا شيء مهم جدا. اوكي فانا شيء محظوظ يعني. اللي هذه تفتح الصندوق عشان تاخذ المؤونة من الصندوق. حلو حلو. تيجي على الصندوق هذا. كذلك تختار الاماكن اللي تكون مثل، شوف هذا المكان، هذا مكان معروف فيه زومبي هنا. فخلونا نتقدم بس خطوة للامام. اوكي. حلو افتح، اخذت المؤونة، اضرب. هذا اللعب صح. شيء ثاني انا ما اريد اتقدم اكثر، انه هنا اتوقع يكون في زومبي يجوك في اي وقت. قريبين من بعض، بس غريبة زومبي يجيك. اوكي هذا عنده خطوتين، فخلينا نضرب بهالة عشان اقدر اتقدم خطوة اخرى. لا ليش ما صار. اوكي نتقدم خطوة بهذي وخطوة بهذي. احيانا انت ما تعرف شو يحدث. والله ما تعرف شو يحدث. يعني الزومبي، هجوم الزومبي هجوم يكون عشوائي. اوكي الحين انا اللي راح اسويه، راح اضرب هذولا، انت تضرب هذا، انت تضرب هذا. حلو. وراح اقدم هذه عشان تدفع هذا في نفس الوقت. اوف اوكي راح ادخلهم داخل اثنين، يكون افضل عشان احتويهم في نفس الوقت، ما يكون عندي مشكلة. تحاول انك تتحرك لهذا المكان عشان تشوف كمية الزومبي الموجودين. الحين انا عندي هذا، هذه الشخصية رهيبة جدا صراحة، انك تقدر تضرب اكثر من زومبي في نفس الوقت. يلا
يا حلاوي. استمتع انا لما اشوف كذا استمتع. اوكي خليها ترجع للخلف شوي. اوكي الحين بحط انا دعم. الدعم اللي هو بحرك هذه الى هنا تقطع على هذا الزومبي. قضيت عليه. بعدها اوه في زومبي ثاني. في زومبي ثاني موجود بس هذا الزومبي مدرع. هذا هو الدرع ماله كيف ما ادري. المهم انا بحاول اجيب الشخصية هذه عشان تأدي الواقف شوي. ان في اكثر من زومبي موجود. اوكي خلينا اقدم هذا يضرب لي هذا الاول. نجيب كده. Here we go. هذا الصندوق انا ما شيكته فعملنا خطأ عبارة يعني. اوكي هنا لما تعمل خطأ مشكلة. بسوي حركة احسن اهرب. لا لا هذا الصندوق لا 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 انا عملت خطأ سبحان الله. اوكي خلينا الحين اصلح الاخطاء اللي انا ارتكبتها. اوكي here we go. خلاص انا مخلص اصلا ان السبلاي خلاص كله يعني انتهيت منه. بس عشان ما اريد يكون في ضربة مباشرة فراح اجيبهم. الله اكبر الله اكبر. اوكي لا زالت المعركة يعني عصية مثل ما نقوله. اوكي اوكي حلو في المرمى. اوكي الحين نبدا نقضي على هذا الزومبي ومهمتنا تكون ايش انتهت. ما راح اعاودكم ما راح اعاود باقي الزومبي. شوف هذا الزومبي المدرع مصيبه هذا. حلو قبل أن أروح خلينا أستفيد من هذا الكمية من الزومبي هنا أقضي عليهم. أوكي. على فكرة كل ما قضيت أكثر عدد من الزومبي كل ما راح تستفيد نقاط. اوكي الحين خلونا نهرب يكون افضل. خلاص كده تكون مهمة انتهت خلاص. فيكتوري حلو حصلت على درع. حصلنا على درع حصلنا على نقاط. بس بخلا ما يعطوك ذهب الا لما تروح في موضوع القرعة. الحين بعد كل مهمة يعطونا قرعة. اوكي نفتح ثلاث صناديق. حلو حصلنا نقاط حصلنا مهونة. هنا يعطيك خيار اللي هو يوز فري انلوكت. هنا يعطيك نفس الشيء ثلاث خيارات مجانية. تختار ثلاث صناديق مجانية تفتحها. حلو حصلنا على سلاحين.
اوكي الحين بلعب المهمة اللي بعدها. اوكي نفس الشيء يقول لك ثلاث صناديق عشان تبدا المهمة. نفس الشخصيات انا ما عندي اللي هو دمج، ما في دمج. اوكي واضح. احنا وصلنا مركز الشرطة. تقول موف كويك يوز ذا جيتس تو بلوك ذا وركرز. لازم نتحرك بسرعة ونوصل عند البوابة ونسكر الطريق على الوركرز هذيلا. زين عشان احنا نبند الباب عندنا اللوت. اوكي انا نشوف شو اللي موجود هنا. والله في امور هنا ما تعرف تروح يمين تروح يسهر ما تعرف. المهم خلونا نبدا مع الضربة الاولى مع هذا الزومبي. وانت اريدك تفتح الباب هذا. اظن يصير survivor has used all their action for this turn. ان هذا الصندوق لازم يفتح. اوكي وركر تورن. فهمت هذا ال ايوه حلو. فتحنا الجيت. افتح صندوق. اخذ عليه. اوكي حلو. الحين اللي بعده ما اقدر اخلي هذا تتقدم، اخليها تتراجع للخلف. احيانا التراجع مهم. شوف الزومبي سريعين شوية وياخذوا، ألاحظهم انهم ياخذوا مساحات شوية. اوكي عندي فرصة اضرب هذا. اوكي واضح انه الزومبي يعني وضعهم شوية حامي. لابد من التراجع مثل ما قلت. لحظة خلني أحرك هذه. حلو كده نحن نمشي صح. ونقدم صاحبنا إلى هنا يكون أفضل. يعني ما تضطر أنك تقتل أي زومبي قدامك عشان ما تتعرض أنت للهجمات أصلا. الباب نفتح الباب الثاني. هذا يتقدم اكثر. من اخذ على هذولا. اخذ على هذولا. اوكي وانت اخذ على هذا. اوكي احلى حركة انه في تطور مع اللاعبين. لما يرتفع الليفل يمكن اللاعب يطلق رصاص يدافع بشكل مباشر يعني على كل هجمة. هذه ميزة حلوة. اوكي الحين خلاص احنا كذا المهمة تقريبا شبه ان خلصناها. خليش يخضع اليوم.
تعال اخذ على هذه اول. اوكي الله شفت لهجم. لا وضع الزومبي تغير يعني صاروا اكثر عنف كذا. المهمة كل شيء بثبات. طبعا مع عندك اسلحة محترمة راح تصمد اكثر. اوكي وحصلنا. اوه هذا السلاح يعني في قوة ممتاز. سلاح نحر هذا. حصلنا على سنايبر. نشوف الاشياء المجانية. حلو. في ميزة في اللعبة انك انت راح تلعب يمكن اللعبة نص ساعة او ساعة وبعدها راح تضطر انك تبندها لسبب معين. اللي هو ايش؟ انك تنتظر اشياء اخرى تفتح. لازم نحط هذه في بالنا هذا الموضوع. حلو. الحين احنا وصلنا الى المكان الرئيسي للعبة. سلف تيم. اوكي انا اريد نفس الشخصيات. اوه الشخصيتين. لا لابد يكون عندي شخصية عند الرشاش. لا راح اغير هذه بالهيرو. اوكي في شخصية عندها سنايب بس عندها الليفل مالها 3. الليفل 3 في التصويب يعني. اوكي راح اشيل الهيروز بس يعني هم قاصدينها انه بيعطوني شخصيتين بس ما يعطوني 3 شخصيات بس ما في مشكلة. اوكي واحد عنده سكين والثاني عندها ايش؟ رشاش. اهم حاجة الرشاش. انت بطل مع الرشاش. انت بطل. اوكي اي في عندنا هنا احد الناجين لازم ننقذه. اوكي ريسكيو ذا سرفايف. يجب انقاذ هذا الشخص اللي باقي هناك. وشكلي انا راح اعملها يعني هجمة مرتدة من البداية. Look there by the cop car. يمكن قصده هنا عند سيارة الشرطة. اوكي here we go. على فكرة سريعين زومبي. سريعين. ما ادري اذا كان يمدي بس مشكلة مدرع فافضل ان انا اضربه يعني اضرب زومبي واحد. شوف نص. بعد 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 بعد. لا قوية. صاروا اقوياء. ايه كل ما زاد ليفل كل ما صاروا اقوى منه. حلو حلو حلو. بطل. هذا بطل. هذا بطل. اوكي الحين لازم اجي هنا عند السيارة. اوكي اقدم هنا عند السيارة. صوت متحير بس خليني اضربها. اوكي حبيبي فتح الباب الخلفي تبع سيارة الشرطة. We are not free men. We are looking for survivors. اوكي كمل خيرك. حلو الحين هو انضم معانا هذا. اعتقد بنت اسمها اني. اوكي يا اني تعالي. حلو هذا الشغل. هذا الشغل الجميل يعني. انا راح اهربهم هنا يكون افضل.
شوف هنا عشان قوية والله قوية يا أخي قوية لابد بنحصل شوية يعني ضربة فاضطر اني اهرب شوية هنا اوف حاصروني ترى عن وقت الضرب اوكي حلو حلو اقضي عليه حلو خلاص كده انا نهي المهمة افضل فيكتوري طبعا حصلنا على شوية اجنور اجنوري حق شخصية واحدة بس الامور طيبة اوكي هذه الشخصية الجديدة عندها سلاح ماجنوم 54 اوه مان يقول لي ما عندك مساحة اوكي في عندي اثنين هنا عشان احصل مساحات اكثر احتاج لي 150 هذا اللي ما كان في البال اوكي الشخصية ضعيفة عشان اتخلص منها ما في 149 ديمج ريجكتد اوف خيروني في خيار صعب صراحة بس اشوف الشخصية انها امورها طيبة تقريبا ليفل 6 السلاح ليفل 6 هذا خلينا نشوف مرة ثانية يمكن بتخلص من اي شخصية عنده سلاح يا 54 139 58 بتخلص من هذا اقدرنا راح نتركك يا صديقي عندك ليفل 3 افضل يكون عندي ماجنوم ولا تكون عندي انت اوكي كذا تخلص منه اوكي شوف مثلا عندك بعد 8 دقائق راح يتم علاج الشخصية هذه واذا تبي تعالجها بسرعة لازم تدفع 2 جولد ففي استغلال في اللعبة شوية فانا لازم نكون حذرين فما في داعي انك تكلف نفسك وتروح تشتري جولد هي النقود الحقيقية خلاص استبدلنا الشخصية بشخصية ثانية افضل شيء هنا يقول لي كومبليت روبوتس شابتر 4 هارد مود انلوك حلو كلاس فيوتشر هايج ديمينج ديمينج كلاس انلوك شوتر هذه الشخصية ما ادري اعطوني اياها يعني اذا يخيروني ما بينهم سيلكت كلاس 2 نون مور انا كنت اريد هذه بس هذه مغلقة بس انا اريد دائما اللي هو الشوتر طبعا انا ما عندي هانتر المهم انا راح اشوف هذه خلاص select class to no more مغلق انا اختارهم بس ما في فايدة
اوكي هذا الدرع اكسبت. حصلنا درع. اوكي هنا احنا ليفل 5 او اعتقد شابتر 5. ايوه فما راح العبها انا الحين. خلينا نروح المخيم نشوف كيف وضع المخيم. حلو ما في زومبي، بس يوم يكون في زومبي اجمل حاجه. هذا جايين عشان تكسب نقاط. ما في احلى منها. تم القضاء على الزومبي. حلو نروح نشوف نقاط الخبره. حصلنا على 103. اوكي طبعا هذا المخيم تبع العلاج. عندي هذه مصابه يحتاج 5 دقائق لحد ما تشفى. بس هذا موضوع انك تدفع الجولد هذا شيله من راسك. انت ما مستعجل اصلا. المهم خلينا نشوف الشخصيه الجديده اللي ضفناها. وينها اللي هي هذه اني. حلو شوف ليفل 6. اوكي نشوف السلاح عندها ماغنوم. الدرع عندها درع واحد. اوكي طبعا بالفتره بيكون في حالها اللي هو الابجريد تبع ترين. احتاج 150 جولد عشان اضيف زياده في الشيسمه في السلوت. طبعا انا مركز على الشخصيات اللي فوق اكثر من الشخصيات اللي تحت. المره الجايه يمكن بتخلص من هالولد انه عنده سكين. عندك هذه اللي هي انا يمكن بتخلص منها صراحه. نشوف طبعا ليفل 3. اوكي بعد شوف الاسلحه. حلو هذا اتطور تطور زياده بعد. خلاص هذا السلاح جاهز تم تطويره. نشوف انه سلاح ثاني. هذا السلاح اللي هو اعتقد سلاح اني مع هذا نفسه ابجريد يحتاج له. اوكي 8 تم التطوير الماغنوم. نشوف السلاح اللي بعده. الدرع تم التطوير. حلو حلو انه في اسلحه كذا قاعده تتطور. هذا يحتاج لي 4619 عشان اعمل له ابجريد مره ثانيه. هذا السلاح ممتاز جدا. عندك هذا بعد. طبعا راح تشوف في العلامة الخضراء على السلاح ان هذا السلاح قابل للتطوير. خليني اشر عليها. شوف مثلا هذا السلاح مرة ثانية. لا خلاص سكين. خلاص سكين هذه تتطور. اوكي في حالة المؤن. شوف بعد ساعة وثمان وعشرين دقيقة راح يصير عندي ابجريد. طبعا هنا في عندك ايميلات. طبعا انا لازم تفتحها عن طريق السوشيال ميديا فانا ما فاضي حال هذا الموضوع. كذلك عندك هنا احيانا تحصل اشياء مجانية. هنا هم عارضين حاجة مجانية في الصندوق هذا. شوف هنا يقول لك تدفع اللي هو 99 دولار. اوكي راح تحصل هذه الاشياء. وكذلك هنا 3 دولار راح تحصل على هذه الاشياء. Don't miss out bundle.
وهعطي لك وقت. اوكي هعطي لك وقت وامور يعني تخرخش جيبك. يعني اذا كان هذا اول واحد، يعني اول واحد اللي هو هذا 99 دولار، خلينا اشوف شو اللي راح يصير. طبعا يودوك على موقع الشراء وتشتري اذا حاب تشتري. تمام تمام بس هذا يعني انا يعني السعر زهيد انا اعتبره، اللي هو ايش 99، يعني قول دولار واحد تقريبا. يعني نشوف حاجة المجانية اللي حصلنا عليها. طبعا هنا عندي صندوق جولدن كريت فري هير وات يو جوت. نشوف. حلو، حصلنا سنايبر قديم. ها على فكرة الأدوات تقدر تبيعها. طبعا أنا عندي هنا تبع صناديق تقدر تفتح صناديق. ممكن يكون محترم. الحين شوف يطلب منك 10 جولد. هذا تبع الغاز هذا يعتمد، انا ما دائما استخدم كثير، فعندي بعد دقيقتين 38 راح يرتفع. اوكي هذا عندك اللي هو كارول توكن، بطاقات مال كارول، بطاقات هذا، والهنتر توكن، في امور يعني سكوت توكن. هنا عندك هناك في بعض الشخصيات اوبن شوب. اوكي طبعا هذه يحتاج لها 300 قطعة جولد تبع التوكن تبعها. الا مسألة فلوس. اوكي شيء ثاني هنا، شوف هنا عندي الكاس. انا الحين عندي هنا شيئين كملتهم. طبعا انت لما تلعب في اشياء اوكي، مثلا لو كليم حصلت هذا ديفند ذا كامب على 300 اكس بي حلوين. شو بعد ثاني شيء ما واضح. وين رحت انا؟ ارجع تروح على اتشيفمنت. حصلنا على جرانيت 2 كومبليت شابتر 4. عشان احنا خلصنا شابتر 4 حصلنا على 2 جرانيت. شو فارة الجرانيت لحد الحين انا ما ادري. اوكي هذا السلاح صار جاهز، تقدر نفس الشيء تعطيه مرة ثانية ليفل ثاني عشان يرتفع. جانا واحد زومبي تم القضاء عليه. وشو شيء ثاني بعد؟ خلاص اعتقد الجرانيت. اوكي خلينا نروح مهمة اخيرة. هنا ليفل اب كذلك، في اشياء لازم تدفع فيها جولد عشان تحصل اشياء. خلينا نروح على الميشن. في مهام جانبية تقريبا هذه تعتبر مثل هذه. الحين انا مهام هذه المهام باقي لي مهمة واحدة، ما خلصت مهمة ولا ثانية. المهمة الأخيرة لازم تخلصها 5 مرات إن الليفل مالها يرتفع. فخلينا نكمل هذه المهمة طبعا مع شخصية واحدة فقط. أنا أريد هذه الشخصية. ليش؟ أنتوا تعرفوا ليش. إنها عندها أفضل سلاح وأفضل ليفل، هي هذه الشخصية. اسمها أعتقد روسيتا. Let's go روسيتا. كانها مكسيكية. الشغل نظيف. حلو. الحين اول حاجة انا اسويها ايش اسوي الحين؟ شو تضرب شو تترك؟ المهم اجي حل هذا المكان. في هنا عصابات موجودة. حلو هذه العصابات عشان انا اقضي عليها نفس الشيء احتاج اني
أعمل فيهم مقلب شوي. أنا أتخلص من هذولا وأتراجع هنا. أوكي. حلو. إجوا الجماعة أمامي. كلهم الحين راح أتفنن فيهم. أوف، بعد ما ما تمت المهمة راح أرجع للخلف. حلو. أيوة أيوة. شباش شباش. والله أحسن لاعب، أحسن لاعب عندي. الحين كلهم شغالين ياكلوا وأخذوا عليهم كلهم مرة واحدة. الحين نرجع للخلف شوي. لا خلينا نقضي على هذا، ما يصير اخذ عليه. يجي هنا، احلى شيء احلى شيء. اوكي ننتقل هنا. طبعا لازم تستكشف هذه الاشياء. اقضي على هذا. اوه مان قوية. اهرب هنا. اهرب هنا. اقضي على هذا. هنا في اعتقادي واحد من العصابات. احلى حركة. هنا المهمة بس صار عندنا ديمج. تحتاج الشخصية انه يكون عندها شو يسمونه ترتاح شوية عشان نقلل من الاضرار اللي عندها. اوكي شوف انا اعطني 4 ل6. مجرد ما اخلص 6 مرات اللي هما افتح الصناديق هذه، صناديق الحظ تعتبر، راح يطلب مني ذهب بعدين، او يحتاج لي انتظر تقريبا يمكن ساعة او ساعتين لحد ما يعطوني مرة ثانية. المهم المهمة هذه كومبليت، انتهيت منها. اوكي في مهمة ثانية. لا مو هذه. اعتقد هذه المهمة اذا حطيتها هارد تحصل دبل. شوف تحصل دبل. النورمال تحصل اقل، احنا نخليها دبل. اوكي يعني نلعب هذه الاطوار بهالطريقة. هنا يقول لك يور جالد ايرن نيوز ريورد ريوردز او روبوتس. اوكي اظني حصلت هذه الاشياء. احلى شيء، ممتاز ممتاز. اوكي هذه الهدايا يمكن اللي تحصلهم. زين اوكي. طبعا هذه ما ادري، هذا مغلقة ما اقدر استخدمها. هذا كله مغلق. هنا واحدة مفتوحة. هنا في مهام ثانية. انا المهمة الاولى خلاص خلصتها كومبليت. في المهمة الثانية هذه خلصتها انا سابقا، بس لازم اخلصها باقي لي 3 مرات. خلينا ندخل المهمة. طبعا حلو، بندخل شخصيات معانا، شخصيتين.
لا انا خليك انت، راح اخذ اني انها نفس الشيء الليفل عندها قوي في المسدس. Here we go. يلا يا روسيتا. تفنن فيهم، خلت تفنن فيهم روسيتا. Very nice. الله حماس حماس. ما ادري شو رماني هذا. اوف اصبر اصبر شوي شوف. ارجع للخلف. حرك الامام. اي تعال 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 تعال. ما اقرا هذا ما يرحم. اي مهمة خفيفة. فيل فري. بيرفكت. مو راضيين يعطونا ذهب. ملينا من السكاكين، ليش بعقم سكراب. اوكي راح نلعبها الحين، ما يصير نلعبها، نلعبها بعد ساعة. حلو. بنلعب هذه. نفس الفريق. طريق مبدع. will push it through the bag. اوكي المطلوب الحين هنا في المهمة ان ندفع هذا هذا الصندوق. بس قبل هذا لازم اتفنن في هذولا. اوكي بعدين نخليها تتقدم هذه الشخصية هنا. push. لا يا قبنا هذولا. ولا أروع ولا أروع. No point fight this, it's clear them all out.
نرجع للخلف، بس كيف نرجع هذول ما تاركينه في حالي؟ خلنا نشوف المسافات. نجيب احنا حلو. Here we go. Victory. عندي انا اني عند شو اسمه ديمج. اوكي فقط عندي محاولة واحدة بس. ممتاز، شو نظيف. اوكي كويست كومبليت، حصلنا جائزة. بخليها الحين، انا ما راح اهتم، بس اريد اني اكمل المهمة الثانية هذه. ساعة، خلينا نلعب هذه المهمة، تكون المهمة الأخيرة. طبعا هذه الشخصيتين شخصيات مهمة في اللعبة، وانا ما حصلت عليهم، بحاول اني احصل عليهم بأي طريقة. شوف الليفل مالهم 10. اوكي كونتينيو. منطقة جديدة. اوكي الشخصيات هذه رهيبة صراحة. بالسيف. You need to get out of here. لازم نطلع من هنا. That's not happening. مشكلة. قوية. ارجع ارجع يا كابتن. اوكي تم القضاء عليهم. حاصرونا. يا أخي صراحة المهمة صعبة. هذا يضرب مكان واحد بس. والله ما راح اخلص.
مشكله داخل البيت. هذا المكان صعب انك تشوف. شوفوا وين المستوى هذي، ما بخاطر خليهم يتقدموا هم اكثر. يا قبان رهيبة رهيبة صراحة. Watch out. ايش هذا؟ شو صاير؟ شو صار؟ شو صار؟ هي طايح عليها هذا والكتر. Thank you. How come? For saving you, what else could I do? هذا سؤال الله يهديك يا. الحظ ان طاقتهم كبيرة، عندهم ليفل كبير، ولا النقاة صعبة صعبة في ذي الحالة يعني. خلاص هذا اخر خلاص. شوف اعطاني تقريبا 17 مينت ولا 17 سكند. المهم انا ما راح اكمل، والله خلينا نكمل ليش لا. ميشن روورد 20. اوكي كونتينيو. افسع اعطونا غرف. You need to get out of here. That's not happening. Hamas. تجيبني لما ترد عليهم. رد شنيع. كأنها مال مورتال كومبات.
لا 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 سلامات. أنا جاي أهرب وأنت جاي شو اسمه تزيد تنبله. يلا خسرنا. اوكي خلينا نرجع على المخيم. اوكي شباب شكرا لكم على حسن المتابعة. لقد استعرضت لكم لعبة The Walking Dead. اوكي بس ما اتذكر اسمها الباقي، راح تشوفوه موجود في العنوان. اذا عجبك المقطع لا تنسى تعطينا لايك وتشترك في القناة اذا لست مشتركا وتشير المقطع. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في مقطع اخر. واذا عجبتكم اللعبة هذه اني اعمل عليها حلقات اخرى ليش لا. حياكم الله.